وزي ما سمعتوا هنا مجد، إن شاء الله راح نسمع تفاعلكم ومشاركاتكم وانطباعاتكم في فعالية أغلى بلد، وخليكم معنا. اسمك يا حلوة؟ اسمي لما. اسمك لما، عشت الأسامي، ليش جيتي هنا؟ علشان أشترك في الفعاليات. عشان تجيبين فعاليات مبسطين؟ إيه. طيب أكثر شيء أعجبك بفعالية أغلى بلد؟ الرسم. الرسم، إنك ترسمين؟ طيب هل أعجبك الاستعراض والألعاب؟ إيه. شكرا لك يا لما. عفوا. شو اسمك يا حلوة؟ لولو. لولو، عشت الأسامي، وش رأيك بهذه الاستعراضات اللي وراك اللي بالسيارات؟ مرة حلوة. مرة مرة؟ اي مرة. طيب شو أكثر شيء أعجبك في فعالية أغلى بلد؟ الرسم ولا الاستعراض ولا الألعاب؟ الألعاب. الألعاب؟ طلعتي تشاركين ولا لا؟ ايه. فزتي ولا لا؟ يا لا. لا، إن شاء الله تفوزين. شكرا لك يا لولو. اسمك يا حلوة؟ نورة. نورة، عاشت الأسامي، وش أكثر شيء أعجبك بفعالية أغلى بلد اللي من المجد؟ استعراض. الاستعراض؟ إيه. طيب هل طلعتي تلعبين ولا لا؟ لا توني. تبغين تلعبين؟ إيه. إن شاء الله تلعبين. شكرا لك. شو اسمك يا حلوة؟ مهرة. وش أكثر شيء أعجبك؟ تلعبين ولا ترسمين ولا تشوفين بنات ينشدون؟ ينشدون. ينشدون؟ مرة أعجبك؟ شكرا لك يا مهرة. عفوا. اسمك يا حلوة؟ أميرة. أميرة، وش أكثر شيء أعجبك فعالية أغلى بلد من المجد؟ تلعبين ولا ترسمين ولا تشوفين بنات ينشدون؟ ألعب. تلعبين؟ لعبتي؟ لا. لا، إن شاء الله تلعبين. شكرا لك. شو اسمك يا بطل؟ عبد الرحمن. عاشت الأسامي يا عبد الرحمن. لو قالوا في مرة ثانية فعالية أغلى بلد، هل تبغى تجي ولا لا؟ أكيد. أكيد. طيب أكثر شيء أعجبك؟ الاستعراض ولا الألعاب ولا الرسم ولا إيش؟ الاستعراض. الاستعراض أعجبك مرة؟ مرة. شكرا لك يا عبد الرحمن. عفوا. اسمك يا حلوة؟ تغريد. تغريد، إن شاء الله اسمك مرة حلو. لو قالوا في مرة ثانية الفعالية أغلى بلد من المجد، تحضرينها ولا لا؟ راح أحضر. ما أكيد؟ طيب أكثر شيء أعجبك، الاستعراض ولا المسابقات؟ مسابقات. طلعتي تلعبين ولا لا؟ راح تلعب. فزتي؟ إيه. الحمد لله. اسمك يا بطل؟ علي. علي، ما شاء الله اسمك مرة حلو. لو قالوا في مرة ثانية راح نسوي هنا أغلى بلد، تجي ولا لا؟ إيه. طب هل وش أكثر شيء يعجبك؟ البنات هم ينشدون ولا الاستعراض ولا المسابقات؟ مسابقات. طلعت لعبته؟ لا، إن شاء الله تطلع تلعب. شكرا لك يا علي. Thank you.
اسمك يا بطلة؟ نيرة. نيرة ما شاء الله اسمك مرة حلو. وش أكثر شيء أعجبك؟ البنات هم ينشدون ولا المسابقات؟ البنات هم ينشدون؟ شكرا لك يا منيرة. عفوا. مع السلامة. شو اسمك يا بطل؟ أنا سلطان. عشت الأسامي. لو قالوا في مرة ثانية راح نسوي فعالية أغلى بلد، هل راح تجي أو لا؟ إيه تجي. طيب أكثر شيء أعجبك، المسابقات ولا الاستعراض؟ المسابقات. شاركتها؟ بشاركها إن شاء الله. شارك. شكرا لك. اسمك يا حلوة؟ اسمي رند. رند عشت الأسامي. لو قالوا في مرة ثانية راح نسوي فعالية أغلى بلد، هل راح تجين أو لا؟ إيه. هل أعجبتك الفعالية ولا لا؟ إيه. وش أكثر شيء أعجبك، الاستعراض ولا المسابقات؟ المسابقات. شكرا لك يا رند. عفوا. شو اسمك يا حلوة؟ لينا. لينا ما شاء الله عشت الأسامي. لو قالوا في مرة ثانية راح نسوي فعالية أغلى بلد، هل راح تجين ولا لا؟ أكيد. طيب وش أكثر شيء أعجبك، المسابقات ولا الاستعراض؟ المسابقات. شكرا لك يا لينا. لينا. اسمك يا حلوة؟ بلقيس. ان شاء الله اسمك مرة حلو. لو قالوا في مرة ثانية راح نسوي فعالية اغلى بلد، هل راح تجين ولا لا؟ ايه. اكثر شيء اعجبك، الاستعراض ولا المسابقات؟ مسابقات. شكرا لك يا بلقيس. كانت معكم لبنى العيد، نشكركم لحسن متابعتكم في فعالية اغلى بلد من برنامج هنا مجد.